السلام عليكم ورحمة الله، طلابي في الصف الثالث. طبعا نظرا للظروف نحن فضلنا أن نسجل الحصة عشان بسبب انقطاع الكهرباء، يعني مشكلة الطلاب موجودين، وأحيانا أنا تكون مقطوع علي في وقت أنتوا عندكم هوك، يعني مفيش انقطاع، فنحن حتكون مسجلة عندكم الحصة، واللي يقدر عنده كهرباء في أي وقت يقدر يخش يحضرها. نحن في الحصة اللي فاتت خذينا الأشياء الحية والأشياء الغير حية، وعرفنا أن الأشياء الحية هي اللي تحتاج للهواء والغذاء والماء، وأن الأشياء الغير حية لا تحتاج إلى هذه الأشياء، وأن الأشياء الحية يمكنها أن تتكاثر والأشياء الحية ما تقدرش تتكاثر. سوا نجو ناخد تصنيف الأشياء. عندي تكوين المجموعات، طبعا أنا نقدر أن نحط الأشياء اللي حولي في مجموعات، يعني كل شيء حيصنف تحت مجموعة معينة. فهذا الأشياء الشيء اللي أنا درته، رتبت كل مجموعة حطيتها في تحت مسمى معين، الشيء هذا أنا عشان درتها صنفتها، بذلك أنا نسمي الشيء اللي أنا درته التصنيف. فيمكن أن نوضع الأشياء اللي من حولك هذين كلهم نصنفهم في مجموعات ونسمي الشيء هذا تصنيف. طبعا التصنيف يساعدني واجد على أنا نشوف الأشياء هذه في صورة منتظمة، يعني ما تقعدش عندي أنا الأشياء يعني في فكري أنا أشياء هنا أمبعثرة مثلا كلهم يصنفها من مجموعة واحدة، لا، عشان هم يسهلوا علينا أو أنا سهل على روحي، فأنا أصنف كل شيء في المجموعة الخاصة بي. نجو لتصنيف المخلوقات الحية. قبل تصنيف المخلوقات الحية عندي لما أنا نصنف الأشياء لازم نشوف، أنا مش هنصنف الأشياء عشوائية، هنشوف شنو الأشياء الأوجه التشابه بيناتهم ونحطهم تحت القائمة معينة. مثلا صنفوا الأشياء الحية كما حصل، مثلا الأشياء الحية والأشياء الغير حية. خذينا الأشياء اللي هي الأشياء الحية، عرفناها كلها كيف بعضها تحتاج إلى ماء وغذاء وأكسجين وهواء، والأشياء الغير حية ما تحتاج للأشياء هذين. فأي شيء خذينا مثلا كيف حجرة هند اللي قلنا عليها الحلقة اللي فاتت إن هي من الأشياء اللي لا تحتاج لهواء لا غذاء لا ماء، حطيناها تحت شنو؟ تحت مجموعة الأشياء الغير حية. أما الأشياء اللي تحتاج إلى هواء وماء وغذاء كيف قطة عمر، فنحن خذيناها صنفناها من الأشياء الحية. هيك نحن شنو قسمناها إلى مجموعتين، يعني ما خذيناش الحجرة ما حطيناهاش في نفس مجموعة الأشياء الحية، لأن كل حاجة تقطع عن بعضها، هذا حيوان وهذا جماد. لما نصنف الأشياء لازم إني أنا ننظر الوجه التشابه والشن فيش تتشابه الأشياء هذه وتختلف. مثلا نحن الانسان والحيوان يختلف، بس كلهن يحتاجن الى شنو؟ في اوجه تشابه بيناتهم عندهم هن، يعني الانسان باش يعيش يحتاج الى ماء كيف ما قلنا، ويحتاج الى هواء وغذاء، وكذلك الحيوان. معنا في اقولوا في اختلاف، ليش نحن صنفناهم في نفس المجموعه؟ لا، لان في بيناتهم اوجه تشابه، أوجه التشابه هذين خلنهن هن تحت مجموعة واحدة واللي هي شنو؟ اللي هي الأشياء الحية. فنقدر أنا مثلا الكتب هذين اللي قدامنا صنفناهن وفقا اللي اللغة اللي كتبت بيها، مثلا اللغة العربية حطوهم مع بعضها، اللغة الإنجليزية حطوهم مع بعضهن، وكذلك اللغة الصينية حطوهم مع بعضهم، يعني كل لغة بروحة هذين، يعني أنا باش نقدر نرتبهم. لو أنك أذن مع بعضهم هيك متلخبطات فأنا مش حنعرف مثلا أنا بنجي ندور كتاب، فنبي كتاب لغة عربية لأني أنا مصنفتهم، فنجي حنلقاها من ضمن كتب اللغة من كتب اللغة العربية، نبي كتاب اللغة الإنجليزية حنلقاها من ضمن مجموعة كتب اللغة الإنجليزية. هيك التصنيف سهل علي إني أنا نلقى الكتاب اللي أنا نبي. المخلوقات الحية، طبعا المخلوقات الحية نقدر أني أنا نصنفها الأربع مجموعات،
تصنف الاربع مجموعات. طبعا هذا الاسهل تصنيف، يعني اسهل تفرع احنا تفرعنا له، عرفنا ان المخلوقات الحيه كلها تحتاج الى نفس الاشياء. جينا تو خلص بنصنفوها، بنصنفه من بعد ما احنا صنفنا الاشياء حيه وغير حيه. نجي المخلوقات الحيه صنفناها الى حيوانات، نباتات، فطريات، مخلوقات دقيقه. طبعا المخلوقات الحيه اللي في كل مجموعه التشابه فيها، يعني فيها حاجات التشابه، يعني طبعا كيف كلها تحتاج الى طعام، كيف الطيور، النباتات تحتاج الى طعام، الاسود، اي نوع من النباتات حتى هي تحتاج الى نوع من الغذاء اللي هي طاقه الشمس تدير بها عمليه البناء الضوئي، وايضا تحتاج الى الماء عشان تنمو. هذا بالنسبة للحيوانات. الحيوانات إنها نحن أو النباتات تحتاج صنفناها إن هي تحتاج إلى تحتاج كلها تحتاج إلى طعام عشان تعيش، كلها تتكاثر. هذين الأسباب اللي خلينا نحطوها تحت مجموعة المخلوقات الحية، وأنها كلها عندها أوجه تشابه وقعدت مصنفة من ضمن مجموعة واحدة. نجول الفطريات. الفطريات طبعا تغذى على الأشياء المتحللة. مثلا لو قلنا خذينا قطعة خبز خليتها يعني غميتها وقعدت كم يوم، حتكون عليها طبقة خضراء. الطبقة هذه نحن نعرفوها بالفطريات، لأن الفطريات تتكون على الأشياء المتحللة، هي مخلوقات دقيقة. يعني عادة نشوفه بس نحن شكلها هيك من ضمن بعض، تشوفها تقول لا هذا شيء مش حي، يعني عبارة عن طبقة عفن تعتبر. فأنت تشوفها غير شيء غير حي، لكن أنا ما نحطها تحت المجهر، هي عبارة عن كائنات حية تتحرك بدقة متناهية. لمحة سريعة عندها هي تصنف الأشياء. لتصنيف الأشياء لابد من أننا نكتشف أوجه التشابه والاختلاف بيناتها. في الأشياء لازم إينا نكتشف أوجه التشابه والاختلاف عشان هيك أنا نقدر نصنفها. لما تجد أشياء مختلفة تمام الاختلاف، مثلا كيف حجرة هند وقطة عمر، ما نقدرش نحطوهم تحت مجموعة واحدة لأنهم ما فيش بيناتهم ولا أوجه تشابه ولا أوجه اختلاف. المخلوقات تشابه اللي تنتمي نفس المجموعة في بعض الحاجات، يعني مش كلهم. طبعا نحن كيف ما خذينا الحيوانات والنباتات والفطريات حطيناهم كلهم في مجموعة واحدة، مع ان انتم حتقولوا ان هم ما يشبهونش بعضهم، طريقه العيش بتاعهم مش نفس بعضهم، بس في اوجه تشابه بيناتهم هم اللي خلاني نحطهم في نفس المجموعه. المخلوقات الحيه نقدر ان انا نصنفها الاربع مجموعات اللي هي كيف ما قلت لكم، حيوانات ونباتات فطريات مخلوقات دقيقه، كيف البكتيريا والفيروسات اللي احنا ما نشوفوش فيهم بالعين المجرده بس نقدر نشوفوهم بالميكروب بالميكروسكوب. الحياة ثالث حاجة احنا حنقروها من الحياة اللي بنا كل مرة حنبسطح هذا اليوم حنقول الحيوانات. طبعا يبدا ممكن في الصحة دينا عينة من الحيوانات. طبعا اذا كان حوت ام كانت نملة ام كان نمر مفترس او كان حمل وديع ام كان قوقع، تكون الحركة متاعة بطيئة، ام كان ببغاء ام دودة او صرحفة او اي حاجة تخطر انتو على بالكم، فهذه كلها تنتمي الى عائلة واحدة كبيرة جدا، احسن شنو عائلة الحيوانات. الحيوانات بروحهم إنهم طريقة عيش وحدهم سلوكهم في العيش يختلف. طبعاً جميع الحيوانات عندها صفة واحدة إن هي تغذى على مخلوقات حية أخرى. كيف مثلاً كيف الإنسان، الإنسان مع عيش يتغذى برضو حتى هو يتغذى من لحم من لحم الحيوانات الأخرى، أو يتغذى على نباتات، نباتات حتى هي كائنات حية. فالحاجة الوحيدة اللي تخلي الحيوانات يشتركن
صفه وحيده تشتر فيها جميع الحيوانات، ما فيش فرق بيناتهم، هي انها تتغذى. لان في فروق اخرى، يعني ممكن في حيوان يلد، في حيوان يبيض، في حيوان يعتبر من الزواحف يعني ما يمشيش، في حيوان بطيء الحركه، في حيوان سريع الحركه، في اللي مفترس اللي مش مفترس. تختلفن في الاشياء هذين الا شيء واحد بس يتشابهن فيه، الا وهو انهن كلهم يتغذن على مخلوقات حيه اخرى. هي تشابه الحيوانات مع انها تختلف، يعني في تنوع كبير عندي بين الحيوانات. يمكن ان الحيوان الواحد يختلف عن غيره، كيف ما انا قلت لكم، يعني سواء في الشكل، طريقة العيش، في حواجز انه يختلف. يعني في اللي مثلا ما يقدرش يعيش في الثلوج كيف ما الحيوانات تقدر تعيش في الثلوج، في طريقة التكاثر ايضا. ففي حاجات تختلف. فانا نبي منكم لما تشوف الصور اللي قدامكم هذه، صفحة كم عندي هنا؟ صفحة 19. قولولي شنو هي أوجه الاختلاف الصور هذين. في حاجات احنا قلنا الحاجة الكبيرة، يعني اللي فيها تشابه كبير بين الحيوانات كلها، ان هي شن تتغذى على حيوانات، على كائنات حية اخرى. في جوانب تختلف فيها الحيوانات، كيف حجمها، شكلها والوانها، المكان اللي تعيش فيه، كيفية التحرك متاعتها، الغذاء الخارجي لأسنانها. مش كل الحيوانات الغذاء الخارجي لأسنانها وضعها تختلف، شوف الحفر يعني يختلف حتى من الاشكال. الطعام اللي تناوله ايضا الحيوانات، يعني مش كلهم يتناولوا نفس الطعام. طريقه التكاثر متاعتها، كيف ما قلنا ان في حيوانات، يعني كيف ما ذكرنا من قبل، كل واحد عنده طريقه تكاثر خاصه به. الحيوانات تختلف في أحجامها وأشكالها، شوفوا هنا كيف مبين لكم في الصورة. كل حيوان عندي في الصورة له شكل معين، كل حيوان له حجم معين، أيضا كل حيوان له لون معين. حجم الحيوانات يكون بعضها صغير جدا كيف النملة، والبعض الآخر يكون كبير كيف الحوت الأزرق أو كيف الفيل هناك. ففي اختلاف بين حجمها، يعني شتان كبير، يعني نملة، شوف انها النملة صغيرة، والفيل ايضا او الحوت الازرق، لكن كلهم صنفا من نفس النوع اللي هم حيوانات. طبعا حتى هذا نشاط بيكم انتو تديروه، هذا كله اكيد عندكم منهج، في معنى المنهج يخش يلقاه في رابط، في رابط على الجروب، ويحل على الصفحة هذه ويعرف كل حيوان هنا شنو اسمه. تقريبا واضحة الصين. طبعاً نحن قلنا إن الحيوانات أنواع مختلفة، حتى أساميهم مثلاً يختلف عن بعض. فكل أنواع المختلفة من الحيوانات هذه عندها أشكال مختلفة، الأشكال هذه تدل على نوعها. فأنا لما نشوف القرد، نشوف القرد كم أنا نقول إن هذا قرد، كيف عرفت قرد؟ لأن شكله يدل على نوعه. اوكي، فانا شنو نحاول، يعني كيف ما عطيتكم في الصفحه اللي فاتت، حاولوا انتم تخمين بس، تخمنوا اسم الحيوانات نبيكم اللي تعيش في الغابه. نبي بس الحيوانات اللي تعيش في الغابه، مثلا انا بمجرد نشوف حيوان ونعرف ان الحيوان هذا وين يعيش، هذا يقدر يعيش في الغابه ولا ما يقدرش، الحيوان هذا يعيش في الثلج ولا ما يقدرش يعيش في الثلج. كل حيوان اصلا عنده، مجرد اني انا اشوفه نقدر ينجز في كل مكان وين يقدر يعيش.
مثلا عندي كيف النمر والفهد وأسد الجبل، هذين عندها نفس الشكل، النمر والفهد والأسد نفس الشكل تقريبا، يعني إنها كلها حيوانات مفترسة، ولكن من الصعب إني أنا أميز بيناتهم. شوف جسمها الخارجي، هيك الهيكل الخارجي، صعب إني أنا أميز بيناتهم لأنهم كلهم نفس بعضهم. عشان هيك أنا نبي منكم إنكم أنتم تقولوا لي شنو هي أسماء الحيوانات اللي تعيش في الغابة. طبعا هذا الجزء البسيط مش خدينا اليوم، ما بيش نفكر أنا اليوم عشان ما يكونش في لغتي، أن نحب تكون الحصة مباشرة أحسن عشان اللي عنده سؤال يسألني، برضو حتى في الدرس هذا اللي عنده أي استفسار يتواصل معايا أو يخليها، اللي مش متواصل معايا من قبل على إيميل فيخليها الحصة الجاية إن شاء الله يوتي سؤالها ونحن نناقش فيه مع بعضنا. متنسوش الواجبات اللي ضربتها منكم، أول واحد اللي هي نبي أسماء الحيوانات المظلمات، نبي اسمهم اسم كل واحد، نبي منكم أيضا صنفوا الحيوانات اللي تعيش في الغابة. يا ريت، نتمنى أن يكون درس كان خفيف عليكم وفهمته، وإن شاء الله تحسن الأوضاع، والأسبوع الجاي أو أمكن يعني حنعلمكم إحنا إن شاء الله إذا كان في حصة مباشرة أو لا، كان هذا حنسجل فيه حصة الأسبوع هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.